يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من قدارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يصيرا. حمد محمد أحمد كاهن سأشكو بعد صفحة أفر بغلي اللح سورة الروم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياتي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن سؤال شلوات صفحة أفر بقل لحدا يشن سورة الزمر. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. و
قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مضويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. حسبك. السؤال الثالث والأخير صبحت شنبق لباتا يتضب. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا. أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم ألا تذر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو مات وأحيا. حسبك. سؤال تحفة. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما. ضم طيبا زد في تقى ضع ظالما حكم النون والميم المشددتين وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا. أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء. أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء نظام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفي للقراء. حسبك. أحسنت. بارك الله فيك. حفصة محمد علي. وهي السؤال الأول في سورة الأحزاب صفحة أفر بقل سجال يتون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا.
ولو دخلت عليهم من نقدارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يصيرا. حسن سؤال الله صفحات شمغل يلويتهم سورة الفتح. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعددنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. حسبك. السؤال الثالث والأخير سورة الانشقاق بلو صفحات شمق سديت صغار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. حسبك. سهاشة الفهم. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع وفي ثلاثي حروف وجدا فمده مد طبيع المد أو في ثلاثي الحروف وجدا المد مد وسطوه في حرفي عدنا فربضه والمد والمد وسطوه في حرفي بدا بل لازم حرفي والمد وسطه في حرفي بدا كلاهما مخفف إن أدغما كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما واللازم الحرفي أول السور اللازم الحرفي أول السور وجوده وفي زمان انحصر اجمعها حروفه كم عصى النقص وعين ذو الوجهين ودول أخص. حسبك. أحسن. تبارك الله فيك. المتسابقة الأخيرة مزدلفة مبارك عبد الرحمن عبد الله ويهي. السؤال الأول صفحة أفر بقولي السجال سورة الروم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء. السؤال الثاني صفحة الشمس بقول إيو طبعاً في سورة محمد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لهو ولعب إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا أجوركم ولا يسألكم وتتقوا يؤتكم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء
لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل فإنما يبخل فمنكم من يبخل فمنكم من يبخل فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. حسبك. السؤال الثالث والأخير صبح حتى شن بقول سديت يشن سورة عبسة وحتكبل آيات مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم اليتيم يسره من نطفة خلقه فقدره ثم إذا شاء ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره كلا لم ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. حسبك. السؤال سؤال شطحفة ولازم إن السكون أصيلا وصلا ووقفا بعد مد ضولا أقسام المد اللازم أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا. حسبك أحسنت بارك الله فيك. إنها وحنا غدا فرعي بناتك لوذي قيوده سكوت ريبا قسمي سطن كجز قسمي سطن كجز قسمي توان كجزبا ساسي نغديهين إن شاء الله تعالى بروح نسوي من ضناؤن وذكورك مبنيك إن شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن بلابنا هنا قسمي ذكورك أما بنينك ولنا فرعي صوتك جزء أين صور سينينا وحوه الرئيين متسابق وحوه الرئيين ويرينا وحوي زكريا فيصل سعيد
بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. السؤال الثالث والأخير، سبحان الله أفضل قد يشر في سورة الغاب. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون.
ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. سؤال سريع، أحب الله بيتك ظاهر لظى شواظ كظم ظلما، ظاهر لظى شواظ كظم ظلما، أغل الظلام ظفر انتظر ظما، أظفر ظنا كيف جا وعذ سوى، إضين ظل النحل زخرف سوى، فظلت ظلتم وبروم ظلوا، كالحجر ظلت شعران ظلوا، يظللن محذورا مع المحتضر، وكنت فظا وجميعا نظري، إلا بويل هل وأولى ناضرة، والغيظ للرعد وهود قاصرة، والحظ للحظ على الضعام، وفي ضنين الخلاف سامي، وإن تلاقي البيان لازم، أنقض ظهرك يعض الظالم. أحسن. شنو بغل شنو بغل شنو بغل شنو بغل يا هو تعب في عن شنو بغل شنو بغل عولو ها لعيني لا الله يوم ما يروبو نما شيء النسيك السلام عليكم. عليكم السلام والله. سوينا كي توكان كشني ذي يبني يماها. ها والله. والله لو واحد سمي الساعة شني ذي بيجا دمارته شني ذي بيجا قوذي واحد يسوي بتحسد حجلان أو شنيع. دوية يسوسان. هي والله هي. كنت العك ترى سد ما خوب سدري سد كيف. هاد الدوية كيف غني. والله محمد باء. والله ويسقي. ماينا كي دوية شني ذا لو سو ديبي باتي. ها والله وينك هي هلقين كوك هنا والله البيرتي الما ما حد سوكر الميسي تفي عن بيرتي الما ما حد يقولك ان مدك لو حكا عود سنة ياه انا اتحبت قاس سب قاس تي شولد دي هرا يقول سوقات كا والله ما تير ياريت مسا تيوا وينيت ما يتير يتير ير لعاك تنسات كيهبو سات بان كوكو صدري ما شاء الله مرهتاب أنت صار دارسي شنيدي يو كاستينا ذي كرتين شهر اللي كتورنا نوري شو هو يو تقول صار دعية دي نفر صار دعية ها شهر سين بابر كذا جلس كفر نازيل وخلاك ما شاء الله والله والله الله والله شيء هرجيسة تيم ما يولا هرجيسة كل ما تشوفه مريكا بنكالة صهاد ليا الله مبركات إذا تم يعني تلصوم هرجيسة أنا بقول هاد ليه ما يعني قال هالك تشوفه يعني استعمال يعني مبركات تلصوم وحنيف زي أذيك واف ومريكا بتشوف تابع ما شاء الله والله أنا قبير تيبان بير تيبان خذي إيه يربى هرسان أنت أنا إمكان غلط أنا بيني بلان كله يجي فيديو كول كيفور ها إنترنت كيفور هذا وكارجي داقية بيرتي بيرتي نير إن ير باي هرسن هدنا دمينية هدنا دمينية تبي دي بان كير فلوير ما شاء الله مدام ما أنت شقيسين أنا قا شاهي نيجي صدريا سادنا ونبيكو صدريا إسلامك الله والله الله ما أنت سادة وما لعك بنا صدري ها أنا قا هل كنت شوقة وما قري قا قاعد أشوق بنا صدري سه هدا كيكتا ما شاء الله الله كوع سمر الله برت أسمع قا عسنتي ما شاء الله ما شاء الله
ما شاء الله. والله عناية وكودري يا وانا قاعد نقص